صدر هاشتاج صوتي للسيسي تاني على تويتر لدعم الرئيس للترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. معنا شوية تويتات كده ممكن ان احنا نعرضها برضو لحضراتكم عشان أنا طبعا انا صعب اقرا لان انا مش بعيد اساسا. للفترة الأولى من الحكم كانت لإنقاذ الدولة وتثبيت أركانها وبنائها، الفترة الثانية للنهضة وحصاد الإنجازات، علشان كده هاشتاج صوتي للسيسي تاني. ده أنا مصرية وبس. بداية تحيا مصر، صح؟ حد باعت بيومي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. فريدة بتقول صوتي للسيسي تاني بإذن الله، من غيرك هيكمل حلم مصر. أشرف بركات وحطت صورة الرئيس كمان، صوتي للسيسي تاني إن شاء الله، أنت تستحق كل خير والله يا بطل، ربنا معاك. برضو في من عادل كمال بيقول صوتي للسيسي تاني علشان ما نشوفش الأشكال دي. ولا نسيتوا يا مصريين، خليكوا كده مصحصحين وعلى بلدكم خايفين، وإياكم تنسوا دول مين. حلو السجع سجع ده. حلو يعني، وحاطط صور طبعا للفترة السوداء من الحكم مصر، لا نقدر نقول كده انها يعني ايه جمله اعتراضيه كده في تاريخ مصر، فتره الاخوان الارهابيه اللي حكمت مصر. فهو مبين بالصور، خليكم فاكرين ومصحصحين انه مش عايزين مره تانية المشهد ده يرجع في بلدنا.